درت اليوم للشيخ دكتور وزير الأوقاف السابق نايف جاج العجبي بمسجد الخرافي والقانون مقبرة الصلاة بأخوات. السلام عليكم. دار قوم والد سيد يسور اليوم أول يوم جو شتوي سبحان الله. الخميس الموافق 9 ربيع الآخر 1444 3 نوفمبر 2020 أول يوم في دولة الكويت جو شتوي يعني مطرت خفيف إن شاء الله يجي الخير. درس اليوم الحين نعرف معنا جل في علاه سيدنا يمكن على المنافقين ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فدخل كعب بن مالك المسجد فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمت عليه فتبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فتقدمت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مخلفين أنا الغازي تجهدت للقتال للخروج إلى الغزو هو يتعني بما أنه بلا شيء. قلت يا رسول الله والله لو جلست إلى عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سفري بعذر فقد أعطيت جدلا ولكن تعلم إن حدثتك حديث كذب ترضى بي علي ليوشكن الله أن يسخطك علي وإن حدثتك حديث قدما تجد فيه علي فإني أرجو العقبة من الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فاتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقضي حتى يقضي الله في أهله. فخرج كعب بن مالك سفر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من جاء يعتذر إليه وكعب لم يذكر له عذرا. اللهم افتح لنا من أبواب رحمتك السلام سيدنا محمد وآله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم وبركاته. فيكون استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيا ان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قد ما زال المخلفون حتى تبت ان ارجع الى رسول الله واكلم نفسه لكني قلت له هل نعم Thank you.
وكان لا يكلمه واحد. يقول خرجت الى حائط ابن عمي ابي قتاده وكان احب الناس اليه فدخلت عليه فقلت السلام عليكم. قال والله ما رد عليه السلام. فقلت يا ابا قتاده اتعلمني انشدك الله انشدك لله اتعلمني احب الله وصلى رسوله؟ فسكت. قلت انشدك لله اتعلمني احب الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.